منزلة الصبر عند حدوث مثل هذه الأمور؟ نعم، الصبر هو الواجب عند حدوث المصائب. الله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيصبر الإنسان. ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى امرأة أو إلى إحدى بناته لأجل أن ابنها في الموت والغرارة، طلبت من الرسول الحضور عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هل تتقي ولتصبر.